لطالما عرفت ولاية سطيف بمنابعها المائية الطبيعية التي يقصدها المواطنون من مختلف أرجاء الوطن، ها نحن اليوم نقف بدائرة جنزات شمال الولاية عند منبع عين المرة بقرية لدرزوك، حيث يمتاز طعمه بالمرارة ما يساعد في علاج العديد من الأمراض. جابوها من الجبل، هاي قطعة من هيك وجاية لهنا، يجي من كل بلاصة، يجي ولاد عياد من بفروج، يجيو محتمر ويجيو من كل بلاصه. كما العين هذه احنا سمعنا عليها بلي مليحه، كما يقول لك المرض ديابيت بزاف، سمعنا اليوم انا الخطره الاولى اللي جيت عمرت فيها. واش القو تاعو؟ اسكو صح فيه المراره؟ فيه فيه المراره، هي اللي مره هي مرات ما هي يكتب فيها قارة ملح. عين المرة تحولت اليوم إلى قبلة للمرضى المصابين بالسكري والكلى، فكل الذين جربوا مياهها أكدوا أنها تساعد على تفتيت الحصى وتصفية الكلى، خاصة تخفيف معاناة مرضى داء السكري. مالي البقعة هذه؟ احنا خالقين هنا وزايدين هنا وتربين هنا، هذا العين هذه مليحة الأكلة. الإنسان إن شاء الله كما قلت ربي هو الشافي، وإحنا غير السبابة، كل ما نتبعوا في صوالح هذو ما ولي سورس. داي عندها مدة، عندها مدة، عندي سكر وي مليح برك، مليح برك، هذا مليح له نسيه. جربينا مليحة، هذه مليحة ياسر. عين المرة، عين المرة، وكاين عين راك تسمع الله باش كدير هنا وين صح. تي عنده حاجه في الكلى يطيح، يشرب نقولوا سمانه 15 شهر سمانه والله غطاحت شهر سمانه طاحت. اهل المنطقه اخبرونا ان التحاليل التي اجريت على ماء عين المره اكدت فائدته لمرضى السكري، مطالبين بحمايته من التخريب والاستحواذ، خاصه وانه مقصد للكثير من العائلات الجزائريه.